السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، كيف حالكم؟ أسأل الله تعالى أن تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله سوف ندرس أدب من الآداب في الإسلام، وهو آداب النظافة. وكما تعودنا في بداية كل حصة سأشارككم خطوات سير الحصة. سنبدأ بالدعاء، القرآن الكريم، التهيئة، مشاركة الهدف. قصة عن النظافة وكيف تفضل أن تكون مدرستك وكيف نساعد عمال النظافة. بعض المواقف لتبدي رأيك فيها مع ذكر السبب. ونشيد، وأخيرا التقييم الختامي. هل أنت مستعد؟ ممتاز، هيا نبدأ. هيا يا أبطال نحفظ سويا دعاء النظر في المرآة. لو نظرت في المرآة ماذا يجب عليك أن تقول؟ الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. آمين. ردد هذا الدعاء يا بطل، ولا تنسى أن تقوله عندما تنظر في المرآة دائما. والآن مع مراجعة القرآن الكريم سنراجع اليوم سورة الناس وسورة الإخلاص، سورة الفاتحة وسورة الفلق. هيا يا بطل سجل هذه الصور وأرسلها إلى معلمك، ولا تنسى أيضا أن تراجع سورة النص، تتدرب عليها جيدا وترسلها أيضا إلى معلمك. والآن هيا نفكر سويا، ما رأيكم في هذه الصورة؟ هل تعجبكم؟ ولكن لماذا لا تعجبكم؟ نعم أحسنتم، لأن الغرفة غير نظيفة وغير مرتبة. أحسنتم. اليوم إن شاء الله هدفنا أن نبين أهمية النظافة للمسلم. هل أنتم مستعدون؟ ممتاز، هيا نبدأ. الآن يا أبطال سوف أعرض عليكم فيديو. دوركم بعد مشاهدتكم للفيديو أن تبدي رأيكم بما فعله الولد وما واجبك تجاه مدرستك. وأحاط بي الأشرار فأخرجت أقوى سلاح لدي. بو! ما هذا السلوك؟ لماذا تلقي بغلاف البسكويت على الأرض؟ أنتما غاضبان لأنني ألقيت غلافا صغيرا؟ بل لأنك ألقيت بمهملات على الأرض. دورنا أن نحافظ على نظافة المدرسة. خلف تلك الشجرة توجد عشرات الأكياس التي رميت بها منذ زمن ولم ينتبه عامل النظافة لوجودها. أود أن أخبركم أن عامل النظافة الذي يعمل في المدرسة أصابته وعكة صحية ومنحناه إجازة اليوم، ولأنه من أهم الأشخاص الموجودين في المدرسة ودوره مهم جدا، فقد قررت أن أعطيكم فرصة لتساعدوه. ماذا؟ عمل رائع يا أولاد. أخبروني، هل شعرتم الآن بمدى أهمية نظافة المدرسة؟ نعم، وعرفنا أنه لا يمكن لنا أن نستغني عن جهود عامل النظافة التي تجعل حياتنا أفضل. رائع. أين سامي يا ترى؟ إنه يقوم بتصحيح أخطائه التي فعلها في الماضي. ليتني كنت أرمي القمامة في سلة المهملات أولا بأول. أنا المخطئ، أنا المخطئ. والآن يا بطل، ما رأيك فيما فعله الولد؟ هل هو تصرف بشكل جيد؟
نعم، إنه أخطأ في البداية. أحسن، وأنت كيف تفضل أن تكون مدرستك؟ هل تحبها نظيفة هكذا؟ أو تحبها مليئة بالفوضى هكذا؟ نعم بالطبع، نحن نحب مدرستنا نظيفة. أحسنتم. والآن هيا نفكر كيف يمكننا مساعدة عمال النظافة بالمدرسة. نعم، يجب علينا ألا نلقي أي شيء في الأرض وأن نحافظ على نظافة المكان. هذه رسالة يا أبطال من عمال النظافة، إنهم يقولون لنا ساعدونا لنحافظ على المدرسة نظيفة وجميلة. علمني رسولي أن النظافة من الإيمان، ولكن لماذا يجب أن أكون نظيفاً؟ نعم أحسنتم، لأن الله تعالى ورسوله يحبون المسلم النظيف، والمسلم النظيف يكون خالي من الأمراض، لا يمرض، ويكون بصحة جيدة. والآن انظر إلى هذه الصورة، ماذا ترى في الصورة التي أمامك؟ نعم، إنه سن مصاب بالتسوس، وماذا تتوقع أن يكون السبب؟ نعم أحسنتم، صاحب السن لا يحافظ على نظافة أسنانه، ودائما يأكل الحلوى ولا يغسل أسنانه. نعم أحسنتم. والآن تحدي لأبطالنا المميزون، هل توافق أن تلعب في مثل هذا المكان؟ بالطبع لا. وماذا لو لعبت في هذا المكان؟ ماذا سوف يحدث لملابسك ولصحتك؟ نعم بالطبع، سوف تتسخ ملابسي وسوف أمرض وأضطر الذهاب إلى الطبيب، لأني سأتلوث بالجراثيم وسيكون عندي أمراض كثيرة بسبب اللعب في هذا المكان. أحسنتم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وثيابك فطهر. صدق الله العظيم. انظري إلى هذا الولد، ملابسه متسخة، فقال له أخوه هذه الآية الكريمة، وقال له: يا أخي، هل تعرف معنى الآية الكريمة؟ ما معنى الآية الكريمة؟ نعم أحسنتم، يجب أن نحافظ على ثيابنا نظيفة. أحسنتم، أنتم رائعون. والآن يا أبطال، هل تعرفون اسم هذا البرج؟ نعم، إنه برج خليفة. أين مكانه؟ ممتاز، إنه في دبي. حسناً، أخبرني يا بطل، ماذا تفعل لو وجدت أحدهم لا يحافظ على نظافة هذا البرج؟ ماذا ستقول له؟ نعم ممتاز، يجب أن ننصحه أن يحافظ عليه، لأن هذا مكان ملكنا جميعاً، ويجب أن نحافظ عليه نظيفاً جميلاً مرتباً. أحسنتم. وأخيراً حان وقت الأنشطة، سجل بصوتك الجميل بعض آداب النظافة التي تحرص عليها، مستعيناً بهذه الصور مبيناً أهمية النظافة. ولا تنسى أن تنضم إلى هذا الرابط إلى اللعبة،
شكرا لكم أعزائي الطلاب على حسن استماعكم، في انتظار أعمالكم الرائعة. مع السلامة.